تحية لكم مشاهدينا من جديد. أما هلأ بدنا نروح سوا باتصال هاتفي مع الأستاذ محسن غازي نقيب الفنانين السوريين. يسعد صباحك أستاذ محسن. صباح الخير. سعد أوقاتك. صباحك أهلا وسهلا فيك أستاذ محسن. أول شيء بدي وجه التحية للزملاء العاملين في أمواج وللعاملين في قناة أوبريت. نعم. وبدنا هيك نغبطكم شوي على المناخ اللي عندكم بحث. وكمان روح المحبة اللي عم تتعاملوا من خلالها مع كل المستمعين والمشاهدين. يا هلا بيك أستاذ محسن. يعني اليوم نحن بالمركز الإذاعي والتلفزيوني باللاذقية قناة أوغريت إذاعة أمواج إف إم بدورة برامجية جديدة، يعني بدنا نعرف من حضرتك ونحكي أكثر عن دور الفنانين بشكل عام بالنهوض بالإعلام، سواء الإعلام بشكل عام وحتى الإعلام المحلي أيضا. أستاذ محسن، أول شيء الإعلام هو بده ينهضينا كلياتنا لأنه هو من يسلط الضوء على كافة الجوانب الحياة بكافة المهام بكافة المجالات اللي بتغني مجتمعنا وبتلونه بألوان الطيف الجميل. طبعا لا شك بأن العلاقة بين الفنانين وبين الإعلام هي علاقة وثيقة وهي يعني تصل إلى حد التكامل. فنحن بنشتغل بالترويج لوطن بأفكار بمحتوى، والإعلام أيضا يقدم هذا المحتوى ويقدم هذه الأفكار بالشكل المنطقي. طبعا ما يتعلق، خليني بس أشير للدورة البرامجية، أنه إحنا بإعلامنا الرسمي اللي أنا كثير بحبه وبقدره وبجله، ونحن زمن التلفزيون الواحد ما كان في غيره، زمن الإذاعة إذاعة دمشق اللي كانت هي الأم لكل إذاعات الوطن العربي، شاهدنا ولمسنا لمس اليد من الإعلام الرسمي يحترم عقل الأسرة ويحترم المجتمع بشكل كامل، يسلط الضوء مثل ما قلت بالبداية على كافة جوانب الحياة، فكان يعطي لكل جانب من هذه الجوانب حقه. الدورات البرامجية بالإعلام الرسمي هي بتكون غنية، بتكون مكثفة وشاملة لكل ما له علاقة بالشأن العام وبالشأن الخاص. بحييكم وبتمنى لكم التوفيق بهذه الدورة البرامجية الجديدة. نعم، بدنا نشكرك جزيل الشكر الأستاذ محسن غازي وحضرتك نقيب الفنانين السوريين. طبعا نشكر أكيد دوركم كنقابة في طبعا دعم الإعلام المحلي كما ذكرت، يعني وأهميته الذي يؤثر بشكل كبير اليوم على المجتمع. أكيد مها، شكرا لك. وأنا متابع لأمواج ومتابع لأوغريت، أرجو التركيز على الأغنية السورية. نعم. وخاصة التراثي منها، وأنتم عم تقصروا بهذا الجانب. نعم أكيد واجبنا. شكرا لك. شكرا لك استاذ محسن، يسعد صباحك.